خلي الوطن رغم العطش والجوع عنوانك، لين صرت بياع الوطن ما يرتفع شانك، واللي يبيع الوفا والمرجل بالمال اقرأ عليه العوض خان الوفا وخانك. يا جحيم هناك استاذي الفاضل، السؤال الاول، طبعا السؤال الاول هذا انا تحفظ عليه اخونا، تعذرنا ما راح اطرحه، اخونا اسد تكريت، ونرحب بك يا اسد تكريت على التواجد، وان كنا نتحفظ عليك في بعض الامور. السؤال: هل حقيقة انكم مطلوب من الانتربول؟ السؤال: هل انت مطلوب من الانتربول؟ السؤال الثالث: كيف حصلت على مذيع في قناة العالم مع أنك لا تمتلك الخبرة السابقة؟ طبعا أسئلة ملغمة أخونا أسد تكريت، يا ريت أن تنتقي الكلمات الطيبة. يقول: هل البحرين عربية أم لا؟ وهل يعني بما معناه هل أنتم ولاءكم للبحرين أم ولاءكم إلى الخارج؟ وحقيقة هذا السؤال دائما يتكرر، كل من يقول في الخليج كلا إلى الظلم يقول بأن أنتم توالون إيران الصفوية المجوسية. تفضل دكتورنا العزيز، وأيضا يوجد الكثير من الأسئلة، ولكن يا ريت أخواننا الأفاضل اختصار الأسئلة. تفضل دكتورنا العزيز. اللهم صل على محمد وآل محمد. على السمع إن شاء الله دكتور، دكتورنا على السمع إن شاء الله. أخواني خفوا على التكس، بارك الله فيكم، رجاء وطلب. وأيضا أخواني نكرر التوجه إلى الغرفة الشقيقة، أفواج المقاومة، أبناء الصدر، وحطوا أسماءكم عندهم، بارك الله فيكم، لمن لا يستطيع الدخول إلى الغرفة. أستاذنا على السمع إن شاء الله دكتور سعيد، تفضلوا دكتورنا لكم المايك، بارك الله فيكم. باختصار يا أخي، بس الأسئلة من جديد من فضلك لو سمحت باختصار. إن شاء الله. أستاذ الكريم يقول الأسئلة بمضمونها بأن هل أنتم تعتبرون أن البحرين عربية؟ وحقيقة هذا السؤال من أسد تكريت، وما أدراك ما أسد تكريت أخونا العزيز أستاذنا الفاضل. وهل ولاءكم للبحرين أم لإيران؟ هذا الشيء الثاني. طبعا الكثير من الأسئلة ولكن نكتفي حتى لا يقول أسد أن احنا ما طرحنا أسئلته. تفضل دكتورنا. شكرا جزيلا. يعني هذه أسئلة أتصورها يعني في غير مكانها. أعتقد كل بحراني ولد أبا عن جد يعشق البحرين، ولو لم يكن ولاؤنا للبحرين لماذا لماذا بقينا على طريق النضال لتحريرها من هذا الاحتلال لمدة أنا بقيت في أكثر من 45 سنة ونحن نناضل من أجل تحرير هذا البلد من هذه الطغمة. يعني كيف لماذا لا نذهب إلى لتحرير بنما مثلا أو الفلبين لو كان ولاؤنا لغير البحرين؟ يعني لماذا أنا وغيري من الإخوة الذين يعيشون في الخارج لماذا قلوبنا ملتصقة بترابنا ولا ننسى أهلنا لحظة لو لم يكن الولاء؟ ولاؤنا نحن للبلد، أما الآخرون الذين احتلوها بالقوة وأصبحوا يمتصون خيراتها ويوزعون خيرات البلاد على الآخرين
وعلى الأجانب، وإذا لو أردت لأعطيتك أسماء الشركات والأشخاص الذين يستلمون الملايين سنويا من هذا النظام. لو أولئك يجب أن يسألوا أين ولاؤهم، أما نحن فولاؤنا لله أولا، لله عز وجل، ولديننا الحنيف وللإسلام، ثم لوطننا، فنحن أبناء هذه الأرض، اختلط دمنا ولحمنا بترابها، واختلط ترابها بأجساد آبائنا وأجدادنا، فليس هناك مجال للمزايدة، ومن يطرح هذه الأسئلة هو يعرف من أين جاء وماذا يريد من هذه الأرض. أما أهل البحرين وهؤلاء السجناء وهؤلاء المعذبون والمشردون هم الأصل هذه البلد، وأنا أقول أقصد لا أقصد فقط الشيعة منهم، بل أن هناك من إخواننا السنة من هم أيضا أصليون من أهل هذه البلاد، وبالتالي فنحن لا نتحدث عن أولئك، نحن نتحدث عن المرتزقة الذين يأتون لامتصاص الخيرات ويسعون لبث الفساد فيها والقضاء عليها. من الذي دمر البيئة البحرية في البحرين؟ من الذي قضى على النخيل؟ في قبل 100 سنة كان هناك 1905 لوريمر يذكر في تاريخه 100 أكثر من 100 عين ماء. أين ذهبت هذه المياه؟ أين ذهبت تلك العيون؟ أين كنا عند منطقة السهلة عندما نمر نرى آلاف عشرات الآلاف من النخيل الخضراء، الآن كلها اجتثت. من المسؤول عن سياسة التصحر في البحرين؟ من الذي من المسؤول عن تدمير البيئة البحرية وبهذا الدفن الذي لم يراعي طبيعة الشعب المرجانية التي تعيش فيها الأسماك؟ هؤلاء هم الذين دمروها، وهم الذين ليس لهم حب أو ولاء للوطن، أما نحن فقد بذلنا حياتنا من أجل هذا البلد ومن أجل أهله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمل الجميع من أجل مرضاته ومن أجل إقامة الحق والعدل في هذا الأرض. هذا لو حصل لا مكرمة ملكية، هل ستطالبون بتعويض كرد اعتبار؟ هذا سؤال واحد. السؤال الثاني، أخونا أسد تكريت، احترم الغرفة واحترم، يعني أعطيناك الحرية الكاملة في طرح رأيك، فأما أن تطرح رأيك وأسئلتك للأستاذ بكل احترام أو أحترام